يوم في حقيقة يوم تاريخي بالنسبة لهذه الشريحة ديال موظفي وعمال جمعية الأعمال الاجتماعية للجماعة الحضرية المحمدية، حيث تم التوقيع على تفويت واحد البقعة أرضية اللي هي المساحة ديال تقريبا 1 هكتار و 59 آر و 88 سنتيار، بينه مساحة جد كبيرة اللي إن شاء الله سوف يبنى عليها واحد المجمع سكني لفائدة هذه الشريحة اللي فائدة تقريبا 400 مستفيد، بمعنى أنه 400 أسرة من بطبيعة الحال موظفي وعمال الجماعة الحضرية. احنا اللي تيسرنا في هذا اليوم هذا هو أنه صادف اليوم إن شاء الله ليلة الاحتفال بالذكرى 58 لعيد استقلال المجيد، وحاولنا نديروها في هذا الإطار. ونقدر نزيد بأن المجلس الجماعي المحمدي وفى بتعهداته وبوعوده بإخراج هذا الملف من حيز الرفوف، لأنه هذا الملف هذا دام تقريبا واحد 30 سنة اللي عاد باش عرف اليوم النور وتمت التوقيع على هذه الاتفاقية رغم تعاقب بطبيعة الحال المجالس السابقة. هذا إنجاز جد مهم يضاف كذلك إلى إنجازات اللي هي ذات طبيعة بطبيعة الحال اجتماعية اقتصادية. ما ننساوش بأنه درنا واحد العدد ديال المشاريع قبل هذا، منها كذلك اللي هو المشاريع اللي عرفتها المنطقة الصناعية. بالمجمل بأنني وبأن المجلس وبأن السيد رئيس المجلس البلدي أوفى بوعده لتخصيص هذه البقعة الأرضية التي كما قلت دام تقريبا 31 سنة. حنا لا تعطلنا شوية باش ننجزوها لأنه 2011 دابا، نظرا لصعوبة المسطرة القانونية، لأنه كانت تضم واحد ثلاثة ديال العقود كما تنقول لي تيتر التي استجمعت في عقد واحد. هنا اللي بغينا نأكدوا إن شاء الله ونبشروا بها ان شاء الله الموظفون الباقون باننا سوف نعمل كذلك على تخصيص واحد البقعه كما جاء الاخ قبيله لاستكمال ان شاء الله الاستفاده لفائده جميع العمال وموظفي الجماعه. شكرا.